شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شدد على قيم الوساطية والاعتدال وإسهامهما في البناء لمواجهة التطرف ونتائجه الخطيرة على الأوطان وسلامة الآمنين فيها، تلك التي تتنافى والتعاليم مستمحة للدين وتسييسها بالشكل الذي يخدم مآربها في بث الفتن وتشتيت جهود البناء والتنمية. مؤكدا سموه أن المجتمع البحريني في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبالتفافه حول قيادة جلالته الحكيمة، تمت حمايته من أي تأثيرات خارجية تمس وحدته وتماسكه من خلال اختيار الوسطية بدل التطرف والبناء بدل الهدم والتعايش بدل رفض الآخر. وقال سموه إن مملكة البحرين وفي إطار استمرارها لحركة البناء والتنمية فإنها تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية من خلال إطلاق جملة من المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، مضيفا سموه أن برنامج التنمية الخليجي ساهم بدعم تلك المشاريع في رفض مستويات الإنجاز في ظل ما تم تخصيصه من موارد مالية لهذه المشاريع، منها تلك التي يلمس أثرها المواطن ومن أبرزها الملف الإسكاني الذي شهد في هذه المرحلة تسارعا كبيرا في تدشين العديد من المشاريع الإسكانية وتوزيعها لمستحقيها من المواطنين، وأيضا مشروع توسيعة مطار البحرين الدولي وتطوير شبكات الطرق وخدمات النقل وغيرها من المشاريع الخدماتية. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلسي عائلتي الصادق وتقي البحارنة ويوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده، حيث أشار سموه إلى ما تمثله هذه اللقاءات من أصالة المجتمع البحريني وهويته الوطنية الجامعة التي تستلهم من سماحة الدين الإسلامي الحنيف ما يزيدها رسوخا واستشراف آفاق المستقبل الواعد الذي نتطلع إليه لبلوغ أهدافه وطموحته. وأوضح سموه أن ما يحققه اقتصاد البحرين من معدلات نمو مستمرة بالرغم من التحديات المالية التي تواجهها المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط يبرهن أن الأسس المتينة له تم بناؤها بشكل صحيح، إلى جانب ما يتميز من تنوع اقتصادي كبير بما يعزز مكانة البحرين على المستويات المختلفة. وأشار سموه إلى أن الجهود التنموية التي تعمل عليها المملكة في المجالات المختلفة يأتي المواطن كمحور رئيسي لها من خلال الاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية وخلق الوظائف النوعية أمامهم، بما ينعكس إيجابا على تأمين الفرص المناسبة وتحسين المعيشة للجميع. مؤكدا سموه على أهمية التركيز على قطاعات حيوية لتحقيق أفضل العوائد من التنمية الاقتصادية، والتي من بينها التوسع في المشاريع الصناعية الاستثمارية بما يخدم توجهات مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية. وأضاف سموه أن تعزيز فاعلية الإجراءات والشراكة بين القطاعين العام والخاص من المتطلبات المهمة لترسيخ نمط مستدام من النماء في مختلف المجالات الاقتصادية. من جانبهم أعرب أصحاب رواد المجالس عن شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بالتواصل مع كافة أبناء المملكة من خلال الزيارات التي يقوم بها للمجالس، مشيدين بالرؤى والطموحات التي يطمح سموه لتحقيقها للوطن والمواطن.